لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. كان سهرة رياضية جديدة وبرنامجكم ملعب أون. في البداية بالتأكيد لازم نتوجه بالتهنئة وبالمحبة وبالإشادة وبالتقدير وكل هذه العبارات لفريق العين الإماراتي ولدولة الإمارات العربية الشقيقة الحبيبة. العين يفعلها، العين يصنعها النهاردة فيما يشبه المعجزة. العين يصل إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد أن تخطى ريفر بلات الأرجنتيني القوي جدا والمرشح الأول لللقب بركلات الترجيح. المباراة انتهت بالتعادل 2-2، ولكن رجال العين كانوا في العين وكانوا في القلب وكانوا في كل جوارحنا الحقيقة، ونجحوا في الفوز بركلات الترجيح. مبروك، خصوصا أن العين كمان في 2 من ولادنا، في حسين الشحات نجمنا الجميل، وفي أيضا يحيى نادر الشريف. عندنا ثنائي مصري كان موجود شارك في صنع هذا الإنجاز، ولكن كل التحية للجماهير العينوية والجماهير الإماراتية، كل التحية للكرة الإماراتية على هذا الإنجاز الكبير. وفي انتظار الفائز من بين فريقي ريال مدريد وكاشيما إنترز الياباني من يصعد إلى المباراة النهائية. المهم أن العين في الانتظار. الحلقة النهاردة تكون حلقة في غاية الأهمية. ضفنا في الفقرة الأولى هيكون نقدنا الرياضي حاتم رضا، أما الفقرة الثانية أو الضيف الثاني الحقيقة هيكون شكل جديد أو مفاجأة من العيار الثقيل، دي في الفقرة الثالثة. الفقرة الثانية هيكون كابتن زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق ومدرب منتخب أمريكا الأسبق أيضا. الفقرة الثالثة الحقيقة هتكون جميلة وجديدة وغريبة وفيها تصميم وإصرار وتحدي، خليها تبقى مفاجأة في النهاية أفضل. خلينا نروح للعناوين وبعد كده للتفاصيل. أول العناوين: العين تعلو على الحاجب أحيانا، حدث اليوم في الإمارات. للأسف الشديد الرياضة تعود للمحاكم من جديد، متى يتوقف هذا الأمر؟ نتابع من خلال الحلقة. على عهدة اللواء سارة سويلم مدير التنفيذ الاتحاد المصري لكرة القدم، استاد برج العرب يستضيف مباراة الأهلي والزمالك في البطولة الإفريقية. مع اقترابنا من تنظيم إن شاء الله بطولة الأمم الإفريقية، تطوير نظام دخول الجماهير مطلوب بل مطلوب جدا. ورفع الأثقال في خطر بعد تحذير اللجنة الأولمبية الدولية من استبعادها في الأولمبياد بعد القادم. دي كانت العناوين أعزائي المشاهدين، أما التفاصيل فبعد قليل. اهلا بحضراتكم. العين الاماراتي يحقق انجاز تاريخي للعرب، فاز على ريفر بليت الارجنتيني بركلات الترجيح بنتيجه 5-4 في نصف نهائي كاس العالم للانديه. العين اللي تقدم في البدايه على طول مباشره لماركوس بيرج بهدف عن طريق ركله ركنيه، لكن نجح ريفر بليت في 4 دقائق انه تعادل عن طريق سانتو سيوري في الدقيقه 11، ثم اضاف فريقه الهدف الثاني في الدقيقة 16. كل توقع ان النتيجة تكون نتيجة ثقيلة وقاسية على فريق العين، ولكنه كايو نجح في الدقيقة 51 من الشوط الثاني انه يسجل هدف التعادل، واضاع فريق ريفر بليت ضربة جزاء في الدقيقة 69 عن طريق جونزالو مارتينيز، ارتدت تسديدته من العارضة، والغي هدف يشتبه تماما في صحته للنجم المتألق حسين الشحات. ومرت الأشواط الإضافية عصيبة على الجميع، لكن احتكم الجميع في النهاية إلى ركلات الترجيح اللي ابتسمت في النهاية لفريق نادي العين الإماراتي. العين في نهائي النسخة الحالية من كأس العالم للأندية. عايز أقول لكم بس التطور لمشاركة الأندية الإماراتية في كأس العالم للأندية. البداية كانت مع أهل دبي، كانت بداية غير جيدة. الجزيرة الإماراتي الحقيقة عمل طفرة كبيرة.
كل حاجة مشرفة، كل حاجة جميلة هناك في دولة الإمارات. خلينا نطلع من نهائي كأس العالم للأندية اللي كلنا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هننتظره على ملعب مدينة زايد بالإمارات إلى الشأن المحلي. الشأن المحلي الحقيقة فريق جزيرة مرسى مطروح كاد أن يواصل مفاجآته بعد المفاجأة المدوية بإقصاء المصري، وكان أقصى من قبلها فريق نادي الأولمبي صاحب التاريخ العريق. النهارده كان عنده مباراته مع بتروجيت. فريق بتروجيت تقدم في البداية بهدف عن طريق أحمد رؤوف كان مبكرا جدا في الدقيقة 8، والكل قال خلاص المباراة لصالح بتروجيت وأنه الجزيرة لن يصمد، إلا أنه أحمد رفعت شبيه محمد صلاح عاد من جديد ليسجل هدف التعادل. المباراة كانت كل ده في شوطها الأول في ملعب المقاولون العرب لينجح الفريق المكافح فريق جزيرة مطروح في إدراك هدف التعادل. لعبوا الوقت الإضافي وقتين إضافيين شوطين إضافيين، ولكنه انتهت المباراة بالتعادل 1-1، إلا أن ركلات الترجيح ابتسمت في النهاية لفريق بتروجيت. نجح الرباعي أحمد رؤوف وأحمد صبحي وحميد ماو وعلي عيد في احراز الركلات الأربعة الأولى لفريق نادي البتروجيت، ثم أضاع أكثر من ركلة لعبوا فريق نادي الجزيرة الحقيقة، وخرجوا هم مرفوعي الرأس بعد هذا الأداء المشرف جدا لفريق يعني لم يكن أحد يعلم عنه شيء. وعلى فكرة هو فريق يعني حديث التكوين كمان في منطقة مرسى مطروح، ولكن ما فعلوا في بطولة الكأس هو ومدربهم كابتن كرم جابر يستحق كل تحية وكل تقدير وكل نجاح على ما قدموه وما فعلوا. تعالوا نروح للأستاذ حمدي حفيظ رئيس نادي الجزيرة بمطروح بعد هذا الخروج المشرف من كأس مصر يقول لنا إيه الحكاية. عملية بغض النظر عن نتائج النادي أو نادي موجود أو هينزل درجة ثالثة أو أي كان، تعملوا العملية بعد كده أي شيء سهل يعني. ترتبط بالمدربين، ترتبط بالإداريين، لكن دايما في جنود مجهولين وراء أي نجاح في كل مكان. في جنود ما يكونوش معلومين، وفي جنود بيحبوا يفضلوا مجهولين، يعني حتى لما تجيله فرصة للشهرة ما يرضاش. من الجنود دول الحقيقة الراجل الجميل اللي رحل النهاردة عم حنفي. عم حنفي أو حنفي اللي كان مسؤول غرف الملابس بالنادي الأهلي لفترة ليست بالقصيرة. الاجتماع الحقيقة هيكون غدا، وفي نفس الوقت مهمة المدرب لازارتي أو لازارتي تبدأ في 28 ديسمبر، والأهلي بيطور نظام دخول الجماهير الحقيقة من خلال اجتماع للجنة اللي الأهلي عملها مخصوص وبدأ يعني فعلها. يعني انتوا عارفين انه لازارتي غادر مصر النهاردة، رجع لبلاده بيجمع بقى متعلقاته للعودة مرة أخرى عشان يبدأ الشغل الرسمي مع النادي الأهلي بعد ما وقع العقود وبعد ما تم تقديمه في مؤتمر صحفي محترم جدا جدا. ونتمنى ليه وكل الأندية المصرية إن شاء الله بالتوفيق في الفترة القادمة لصالح المنتخب المصري وصالح الكرة المصرية. زي ما قلت لكم لجنة المباريات في النادي الأهلي برئاسة السيد العمري فاروق نائب رئيس النادي بحضور العميد محمد مرجان مدير التنفيذي وعضو اللجنة عملوا اجتماع مع ممثلي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وده مهم جدا. بوزارة الدفاع بيبحثوا آليات تأمين دخول الجماهير للمباريات خلال الفترة المقبلة، بيضمنوا توافر عوامل الأمن وعوامل السلامة لكل عناصر المنظومة الكروية في مصر. ناقشوا ما يتعلق بآلية طرح التذاكر رسميا، سهولة الحصول عليها، العمل على زيادة عدد الجماهير في المباريات المقبلة، عناصر التأمين والسلامة، كلها الحقيقه امور في غايه الاهميه. نتمنى للجميع التوفيق والنجاح، وان نلاقي يعني مدرجاتنا مليانه بالجمهور في اليوم وبالامس انه عبد الله السعيد وعبد الشافي خارج اهلي جده. كلام كتير يكاد يصل الى درجه اليقين انه عبد الشافي اذا خرج من اهلي جده هو عائد للزمالك لا محاله، هو ابن من ابناء نادي الزمالك وعائد، مفيش محاله، مفيش كلام في ده. عبد الله السعيد لو عاد غالبا هيبقى بيراميدز تاني. عبد الله السعيد لو لم يكمل مشواره الاحترافي مع نادي اهلي جده هيكون في نادي بيراميدز، اعتقد انه هذا هو الاقرب. شيكابالا عنده مشكله، يعني شيكابالا الحقيقه نادي الاتحاد السكندري يرغب وبشده في ضم لصفوفه،
نادي الزمالك بعد المشكله اللي حصلت مع الاتحاد السكندري بخصوص اشراك لاعبي الاتحاد او الزمالك المعارين اللي هم داوده وسيسي في المباراه امام او المباراتين امام الزمالك في البطوله العربيه حصل مشكله، ويقال ان نادي الزمالك ما زال يرفض حتى هذه اللحظه رحيل شيكابالا الى الاتحاد السكندري. في نفس الوقت شيكابالا قال لو كده يبقى انا افضل ان انا ابقى واستمر مع نادي ابلون. اهو بدات الدنيا تمشي رغم حاجه حلم طولان الشديده جدا للنجم شيكابالا. الايام القادمه يعني تسفر او تقول لنا النتيجه ايه. بمناسبه الحديث عن الاتحاد السكندري، طبعا عرفنا امبارح ان هيواجه الهلال. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.